لا تندم على الماضي ولا تتلهف على المستقبل لئلا يضيع منك الحاضر. الدنيا مسألة حسابية، خذ من الأمس عبرة ومن اليوم خبرة، واطرح منها التعب والشقاء، واجمع فيها الإخلاص والوفاء، واترك الباقي على رب الأرض والسماء. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فعلمت أن ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فلن أكون أسيرا. وكيف أحمل لهذا الكون هما، ولقد علمت بأن لهذا الكون إلها يحسن التدبيرا. سبحانه وتعالى اصطفى قلوب عباده قائلا: ورحمتي وسعت كل شيء. خاطبته السماء قائلة: يا ربي دعني اسقط على ابن آدم، فلقد اكل نعمك ولم يؤدي شكرك. وخاطبته الارض قائلة: يا ربي دعني ابتلع ابن آدم، فلقد اكل نعمك ولم يؤدي شكرك. فإذا بالرحمة الإلهية تتنزل على البرية: يا سمائي ويا أرضي دعوني وخلقي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم. قد الإيمان والإسلام من ساحة العلم والعلماء إلى ساحة القرآن الكريم، ويتجدد اللقاء مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير، ملك المقامات ومحرك القلوب، القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية.
كواعب التراب. وكأسا دهاقا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يسدنا النبي مقام البيات دوت من تاني مقام دوت اللي بيفرح قلبي. أكرم من يصلي على الحبيب. يوم يقوم الروح والملائكة
عينك تصفى. والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه سلم سلم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا
بعدين بقى بعدين كل حاجه لها كل لها حاجه اقصرها مش في الناصر مش في دي مش في الصوره دي دكتور انا حاضر يعني اللي كنا جاي من بره حاضر 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 صفح حسابك مع القسم دي يا دكتور الله اكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد طلبات كتير قوي النهارده كده ما ينفعش كده حلو كل الحبايب في بلدك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يكون أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
ان شاء الله شعشعنا شويه والنبي كل ده قوم الشيخ لا ما هو شعشع على رسمي يا عم على رسمي شعشع شويه يا حاضر سيدنا محمد ملوش خاطر مريم لا خاطر حاضر حاضر ابو مريم تعالى حاضر حاضر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين ولديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 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 ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم من إلاف قريش إلافهم الله الله
فليعبدوا رب هذا البيت الحمد لله رب العالمين.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زيادة في شرف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وإلى روح الفقيد الراحل اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهب همنا وغمنا يا رب العالمين. ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بتلاوة قرآنية مباركة من عند الله تعالى تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني النزاعي الشهير ملك المقامات ومحرك القلوب والذي سنسعد به إن شاء الله تعالى غدا في قرآن الجمعة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفني للإضاءة الحديثة وأفخم محطات ديزل الكبرى تحت إدارة مهندس أحمد المغوري عصر المقيم بشبرا ملز مشاركة مع ملوك المراشد محافظة الغربية وقصر الضيافة المنظم والمرتب وأولى الخدمات الفندقية الممتازة تحت إدارة أولاد عدلان أولاد عدلان عمالقة الفراشد محافظة الغربية والمقيمين بشبشابة مركز زفتة وعبر أثير شاشات الانترنت العالمية إدارة المهندس إبراهيم عوض أسرة الفقيد الراحل حق حواس محمد عطية تقدم المحاسب محمد حواس عطية حق حسين محمد عطية والحق عبد الملك محمد عطية حق حسني محمد عطية والحق علي محمد عطية حق مجدي محمد عطية حق طلعت عطية حق عادل عطية تقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسياسية وإلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. كان معكم من أسرة المذيعين الإعلامي يحيى أبو حسين مقدم البرامج الدينية والمقيم مدينة السلطة الغربية. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.